حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين؟ ثم اسر اليها حديثا فضحكت فقلت ما رايتك اليوم فرحا اقرب من حزن فسالتها عما قال فقالت ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسالتها